صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين الجرح والتعديل وبين التجسس؟ الفرق بين الجرح والتعديل أن هذا في علم الإسناد، الجرح والتعديل في علم الإسناد لأجل توثيق الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونفي الكذب عنه، أو لمصلحة عظيمة. أما الغيبة والتجسس هذه ضرر محض وليس فيها مصلحة. نعم.